منين هالقوانين يطلع بتجيب لنا اياها على البيت؟ الله يرضى عليك يا صفيه، بدي اياكي تقومي تعملي لنا بريق شاي بهالايدين الحلو. تكرم عيون الشيخ صالح. الله يكرمك. ايه حاج بكري، في شغله بدي اقول لك عليها. صفيه بنتي وانا واثق منها ومعلمها، ما بدي اياك دائما تحاصرها وتقلها على كل شغله حرام وممنوع. هي مثل الزهره، بعدها بتدمن وبتموت. والاسلام دين حياه، ما هو دين موت. واللي بيتشدد بيتعقد. خيو انا معقد؟ هي قلتها من تمك. يا حاج بكري يا حاج بكري، انت اخوي وعرق عيني، ما بدي اياك تعادي كل الناس وما تخلي لك صاحب. الله، اذا قلت لها للبنت لا تسمع اغاني ام كلثوم بكون غلطان؟ ايه نعم سيدي، بتكون غلطان. هي سمعه جديده. مبينتك يا شيخ صالح لحق لي هدول الكفره اللي عم بيروجوا لعادات وافكار الغرب العلمانيين. مثل مين يعني؟ مثل هذا الكواكبي والافغاني ومحمد عبده. بعدين انت ما عندك خبر انه هدول طلعوا جماعه ماسونيه والعياذ بالله؟ الله يصلحك يا حاج بكري، هدول مصلحين الله بعتهم ليبصروا الناس بحقيقه الدين ويدفعوا الناس ليتقدموا لقدام، مو ليرجعوا لورا مثل ما عم تساووا انتو. الله لا يعطيك العافيه، ولك شو قلت لها لمرتك ومتقل عليها بالضرب حتى وجهها ورمان وصاير مثل الدربكه؟ ليش شفته جاسيلي؟ ايه شفته. يا يوب على الله، معناها جت مره ثانيه على المخفر، ايش عليه؟ انا بورتي لها البنت الحرام. ولك بتعرف هالبنت الحرام ليش اجت مره ثانيه على المخفر؟ لا ما بعرف. اجت تترجاني حتى طالعك من هون وتروح تنقبر في البيت. وان شاء الله سمعت لها؟ لا ما سمعت لها. منيح ما سمعت لها. وليش؟ لو طالعتوني بشفاعة مرتي ما كنت قبلت اطلع من الكراكون طول طول. وليش بقى؟ لاني محسوبك ما بطلع بشفاعة مرة. هيك بقى؟ ايه هيك بقى. اذا هيك كمل عيشتك الهنية بالقوش. سيدي بدي اسألك، مرتي اجت حالا لا مع حدا؟ اجت هي والمعلمة. زقتي، ما حدا فسد الأخلاق لمرتي غير هالبنت الحرام معلمة المدرسة، ايش عليه؟ انا بورجيها حالا. بلا حكي فاضي، بلا حكي فاضي. تفضل معي عند رئيس المخفر وهنيك حسابك، تفضل. خيو، أنا الله يخلو إلعاقي، ما بحسن بشوف شي غلط وبسكت عنه. خلصتوا كلام؟ يا ستي خلصنا، وهلا اجى دوري تصبي لنا الشاي. انا جاهزه. وين راح؟ شاي عمو؟ ما بدي اشرب شيء. مثل ما بتريد، بس انت الخسران. هذا برايك، بس برايي انا غير شيء. وشو هو رايك؟ رايي انه انا الربحان باذنه تعالى. حسبي الله ونعم الوكيل. ايش لازم نساوي بعد ما طلع عمك زعلان؟ لازم نساوي؟ ايش لازم نساوي؟ اقول لك يوب، لازم تشرب شاي من ايد صفيه مشان ما تزعل هي كمان. ايه والله، شرب الشاي من ايد صفيه شغله ما في منها بالدنيا. عجبتك الشاي؟ ممتازه. مين؟ انت صرنيتك عم تحكي على شاي. وقت اللي بتكوني معي ما بحب احكي غير عنك. وليش بقى؟ لاني وقت اللي بطلع فيكي وبشوف وجهك الحلو الصافي بتذكر امك. كنت تحبها لامي؟ ما في حدا قعد معها وسمع كلامها الا وحبها. يا ريتني اقدر اتذكرها واتذكر كلامها. بس ولا يهمك يوب، انت هلا ابوي وامي وكل دنيتي. والله عندك مره بتسوى تقلى ذهب، ولما حكالي المساعد عمران على اللي صار زعلت منك. سيدي انا من الناس ما بتحملوا نسوانهم يجوا على الكراكون، حتى لو بده يتشفعوا لجوازهم من حب المشنقه. واذا الله فك اسري راي اسوي لها لازم لهالبنت الحرام، ويمكن اطلقها. يا الله لا يوفقك على الحكي، قلت احكي معه لو طلع واحد ما بيفهم منوب. انت لازم ينحجز عليك بالانفرادي، مساعد عمران خذه من وجهي ما بقيت اتحمله. قلت لك يا سيدي ما منه امل، امشي امشي. خجلتي قدام سيادة رئيس المخفر، الله يخجلك من عنده. لازم توقفوا كمان سيدي، والله وصلاني معي هون. إذا ضليت هيك رح توصل لهنيك. ها؟ يا وين يا هنيك؟ على القاوش المركزي. إيه؟ على القاوش المركزي، على القاوش المركزي. هنيك في زحمة، وبالزحمة واحد بيتسلى أكثر. بدي امشي،
امشي وفرجيني حالك بالقوش المركزي ايش بدك تساوي. يلا لا تدفش، الك لسان والك ادنين، انت عم تحكي وانا بفهم، بس اخلوا على زمان الفرنساويه، ما كنت سكت لك طاوله. لك امشي وبلا فلسفه حامضه، امشي. دفش حرك. من هون بدنا نسحب المي خالتي؟ ايه ابني ايه من هون. لك شلون وقعت القطة؟ يعني الله يصلحها، ما لقيت غير هالمحل تقع فيه. تفضلوا كلوا. اجري الاكل شوي يا بنت خالتي، لسه ما لحقنا نسحب ولا قادوس. ايه ما بصير، لازم تاكل قبل ما تشتغل، تعا يلا. لا تعذبي حالك، ما رح اكل قبل ما اطالع لي على قلية شي 20 قادوس، حتى اطالع حق الاكل. ابن خالتي، هيك بيبرد البيض المقلي بالسمن العربي ها؟ لا، إذا في بيض مقلي بالسمن العربي وجبنة ولبن غنم منأجل سحب القواديس شوي. والله لبن غنم ما عنا، بدك ما تواخذنا يا ابن أختي. خيرك سابق خالتي، كل شي بتحطوه طيب. أنتوا رتبوا السفرة بكون سحبت لي كم قادوس. إيه لكن أنا رايحة أجيب الشاي بيكون جهز. صار حدا طاطق يا فستو حلب، طاطق حتى قلب أبو إبراهيم يطق من النار والتعب. ايش عم تساوي هون؟ استغفر الله يا ابني. شلون ابوك؟ ان شاء الله صحته كويسة. الحمد لله. لا ابني، ما سمعت شي عم يطقطق. لا والله يا ابني. وانا ما سمعت شي، الله يجيرنا بس. اي والله، الله يجيرنا يا رب. يا ابراهيم صاحب الرهن بده مسراته، واذا الفستق السنة كمان ما عطى، بده يطير كرم الفستق من ايدينا. انا ماني خايف على الكرم ليطير. على ايش خايف لكان؟ خايف على اخوك ابو ابراهيم. هو اللي يمكن يطير. هتجوت حالي ما عم تتحرك؟ ايش رايك يا قمر تنزل وتدفعني؟ حتى اطير واصير نجمه بالسما؟ ما بدك تنزل؟ يا انا بطلع لعندك. يمكن اجى الشيخ صالح. اهلين هدلي. شلونك مشموش؟ شلونك؟ بتعرفي مشموش؟ ايه. قال الحارة عم بقولوا انه السيد فستق الحلبي اخد على خاطره زعلان زعلان، ما بده يقطع تقع ضوء القمر. ياي، السنة اللي ما بيكون فيها فستق حلبي بتكون صعبة كتير. ايه ايه، بتعرفي انا بقول ماشي ماشي بالزحمة بالزحمة، بحس حالي هيك الخابر فاضي وجوعان جوعان كتير. انا جهزت لك اطيب اكل. إيه؟ بس مو هلا. لك ايمت؟ تعرف بس تدفعني اجوت حالي. إيه؟ خليني اطير حتى اوصل للسما. توصل لفوق لفوق. ايه لفوق لفوق. تطلعي فوق تجيني لوحدي، بخاف انا بخاف معها. يلا هبلي. طيري طيري. ايه من الحبال من الحبال هبلي. ايه طيري طيري. تعال الزبية تعال الزبية. العادة جات بسرعة لأبني. والله ما بعرف يوب، خفت عليك من رجعت بكير. شلون شفت الوضع بالكرم؟ سمعت شي؟ لا والله ما سمعت، شكله سمعي هالكم يوم خفان. ايه ايه فهمت عليك فهمت عليك، يمكن السنة فستق ما في. شفت عمو بالكرم؟ حكى معك شي؟ ايه حكى معي بالرهن اكثر ما يحكي معي بالكرم. ايه ايه معه حق ابني معه حق. ومنين اجى هذا الحق؟
هو عم بيستنى يموت موسم الفستو مشان ياخذ الكرم. وعمك راح يخسر كمان. لك يا ايوب، عمي عنده كرم تاني، ما له مرهون لحدا. بعرف. والحوش اللي عايشين فيها مرهونة كمان؟ مرهونة يا قبلي مرهونة. الله يطولنا بعمرك يا ايوب ويقومك بالسلامة مشان تفك الرهن على البيت والكرم. المهم يطقطق الفستق يا ابراهيم، المهم يطقطق.